حالة من الترقب والانتظار من الملايين في مصر وخارجها، وذلك انتظارا لانطلاق النسخة الثانية من أكبر مهرجان ترفيهي في العالم العربي، مهرجان العالمين الجديد. تأتي هذه النسخة بالعديد من العروض الفنية والمسرحية والرياضية والثقافية والتي ينتظرها الملايين من رواد هذه المدينة الساحلية الساحرة على شاطئ البحر المتوسط، والتي أصبحت وجهة سياحية رائدة في المنطقة. يعني باقة متنوعة من الأحداث الثقافية والفنية تنطلق بها هذه النسخة من المهرجان المقرر انطلاقه اليوم يوم 11 من شهر الجاري بالمدينة الساحرة مدينة العالمين الجديدة، والتي من المتوقع أنه يكون بشكل كبير تتميز عن النسخة الماضية، وهذا بسبب الإعداد الجيد لها. بالطبع سنتعرف على هذه التفاصيل من أرض الواقع مع شروق وجدي التي تنضم إلينا من العالمين الجديدة. صباح الخير شروق، يعني منورة العالمين، عروس العالمين، برحب فيك واحكي لنا عن تفاصيل وجودك في العالمين وعن المهرجانات. صباح الخير يا شيرين، صباح الخير يا فادي. الاجواء اكتر من رائعه الحقيقه، زي ما انتم شايفين الجو حلو جدا 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 في مدينه العالمين الجديده، واحنا واقفين النهارده في مكان مختلف وجديد على الممشى السياحي اللي طوله 14 كيلو متر في مدينه العالمين الجديده. زي ما انتم شايفين ورايا الابراج او ناطحات السحاب الساحره اللي بتطل على البحر مباشره، حواليا في مطاعم كتيره جدا واماكن استراحه كتيره جدا، وهقول لكم تفاصيل اكتر، وهقول لكم كمان الجدول ومواعيد الفعاليات في مهرجان العالمين الجديده. مهرجان العالمين رجع من تاني في سنه اقوى من السنه اللي فاتت، حفلات، رياضة، مسرح، عروض فنية وغنائية، كل اللي نفسك فيه موجود وأكتر كمان علشان يبقى صيفك السنة دي غير أي صيف. مهرجان العالمين، العالم عالمين. مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية يا شيرين ويا فادي، الحقيقة متوقعين منه مفاجآت كتيرة قوي، لأنه السنة اللي فاتت حتى وإحنا معانا جدول الفعاليات للمهرجان كانوا بيفاجئونا في كل أسبوع بحاجات جديدة ومختلفة. يمكن تم الإعلان السنة دي طبعا عن يعني دعم فلسطين ب 60% من أرباح فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، ولكن بجانبه كمان في فعاليات اضافت مختلفة للأطفال، لمحبي تذوق الطعام، وحاجات تانية كتيرة مختلفة زي رياضات مختلفة هتكون بتشارك لأول مرة في مهرجان العالمين الجديدة. اللي أنا عايزة أوضحه وأكد عليه أنه طبعا الجدول موجود، تقدروا أي حد حابب يحضر أي فعالية يقدر يحجزها من على تذكرتي، ولكن خليني أبدأ معاكم بأول أسبوع، وخصوصا وتحديدا لكل الناس اللي حابة تيجي من خارج مصر، تقدر أنها تحجز تذاكرها أونلاين من على شركة تذكرتي وتكون موجودة في الفعاليات اللي هتبتدي بشكل يعني أظن أنه هيكون في حضور كبير جدا. إحنا بنبتدي أول الأسبوع من فعاليات المهرجان ومهرجان الموسيقى تحديدا بوجود النجم والكينج محمد منير اللي ليه عشاء من حوالين العالم وجمهور بشكل كبير جدا. خليني أقولك أنه كمان هيكون معنا فعالية أخرى مع الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي والفنان القدير والكبير مدحت صالح، وده هيكون معنا يوم 11 من يوليو. أما عن يوم 12 فهيكون في رياضات مختلفة وأكتيفيتيز مختلفة هيشارك فيها يعني فئات مختلفة أعمار مختلفة، ولسه ما تمش التصريح عنها بشكل يعني بيقول إيه التفاصيل، ولكن أكيد هنكون بنبلغكم بكل حاجة بتحصل جديدة. وزي ما قلت دايما مهرجان العالمية الجديدة بيكون عامل لنا الحقيقة مفاجآت، حتى وإحنا عارفين اليوم هيكون في إيه في حاجات تانية جديدة بنكون مش متوقعينها موجودة على الأجندة. طيب خلينا نقول أنه كمان من الرياضات المختلفة اللي هتكون موجودة هي البارا موتور، والبارا موتور دي هي يعني التحليق الشراعي
بالموتور او بالمحركات. ده كان موجود معانا السنه اللي فاتت، الناس كانت بتستمتع جدا لما بتشوفهم بيحلقوا في الهواء. مش بس تقدر تتفرج على الرياضه دي، انت كمان تقدر تشارك فيها وتقدر تجربها بنفسك، ولكن محتاجه قلب جريء. ويمكن كنت سالت قبل كده يا فادي ويا شيرين، سالت ايه وحبيبه اذا كانوا جربوها ولا لا، وحبيبه جربتها، ولكن ايه لا، عايزه اعرف منكم انتوا جربتوها انتوا كمان ولا لا، وعندكم الشجاعه ولا لا. نعم شروق، طبعا عايزين نجربها يعني بعد المنظر المبهر وهذه الفعاليات المشوقه. انت جربي يا شروق، لازم نروح، احنا هنيجي نجرب على طول. لازم نروح ونجرب. انا جربت يا فادي على فكره، وعايزه اقول لك انك لازم تيجي وتجرب عشان تستمتع بالبحر. عايزه اقول لك ان انا عديت من ورا الابراج اللي ورايا دي وانا في الباراموتور، طبعا كان شيء خيالي. خليني اقول لك انه مش بس الابراج، انا شفت تقريبا مدينه العالمين كامله متكامله من فوق، وكان الاجواء يعني الصراحه ساحره. البحر الفيروزي لازم تجربوها، بس هي زي ما قلت لكم محتاجه قلب جريء وشجاعه ان انت تقدر تعمل ده. طيب طبعا في يوم مخصص كمان ل احنا اتكلمنا انه هيكون في دعم من الارباح بتاعه مهرجان العالمين الجديده، 60% رايحه لفلسطين. الحقيقه ان المهرجان منسيش انه يعمل يوم كامل متكامل للرقص الفلسطيني، ده هيكون يوم 12 من يوليو، هيكون في منطقه الارينا. بجانب طبعا حاجات تانية كتير خليني اقولها لكم بسرعه. عندنا يعني وزاره الثقافه الحقيقه هتكون عامله فعاليات في المدينه التراثيه، وده هيكون يوم 12 من يوليو. كمان هيكون في مهرجان مخصص للعائلات وللأطفال وللكبار، ولكن تحت مظلة إن العائلة بتحتفل، ده هيكون موجود معانا يوم 13 من يوليو. وأخيرا من هذا الأسبوع، ولكن الأجندة طويلة وكبيرة، وزي ما بأكد لكم إنه أكيد مهرجان العالمين عامل مفاجآت تانية كتير، في يوم مخصص من أو ثلاث أيام الحقيقة، من يوم 11 ليوم 13، ده مخصص للحيوانات، واي حد عنده حيوانات او بيحب الحيوانات يقدر يجي ويشارك، وهيشوف اكيد حاجات جديده وهيستمتع بالوقت. طبعا في حاجات تانية كتيره جدا عايزه اقول لكم عليها، ولكن خلينا ماشيين الاسبوع باسبوع، والمفاجآت اكيد كبيره زي ما قلت لكم، وهنقول لكم كل التفاصيل وكل اللي بيحصل في مدينه العالمين الجديده من هنا. اكيد يا شروق، وهنرجع لك اكيد انت والزملاء والزميلات نعرف منك اخر التفاصيل. شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه شروق وجدي، كنت معنا من مدينه العالمين الجديده.